تواصلنا مستمر شوطنا مستمر شوط جديد وهو السادس الخاص بالابكار انطلق قبل قليل بحفظ من الله ورعايته حيث تنطلق امال المشاركين متمنين لهم التوفيق والناموس في هذا الشوط وفي الاشواط القادمه والسباقات القادمه بمشيئه الله. ننطلق مع مقدمه هذا الشوط. في المركز الأول تتواجد مصاحة راشد بن عبيد بن سالم بن سيف الراشدي يأتي على مقدمة هذا الشوط. بن خالص يقدم وزن. في المركز الثاني سعيد بن محمد بن خالص العامري، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر تدخلت مقرية أحمد بن سالم بن عيد المهيري، والمركز الرابع تتواجد فيه أميرة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، بينما المركز الخامس شعار بو منصور مع بدور سيل بن محمد بن عرط الحميري يأتي مع المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه دائرة الخمس المراكز التي نأتي بالنداء السريع واختصارا للمعلومة مع تزامنا مع سرعة الحقائق الجوائز حتى العاشر، ولكن تزامنا مع هذه السرعة الخاصة بسن الحقائق نأتي دائما بوجود أيضا وإذاعة الخمس المراكز المتقدمة بقيادة مغرية أحمد بن سالم بن عيد المهيري يتقدم ليقود الشوط. شنكار تتواجد أيضا تقدم إبداعاتها بدخولها السريع إلى مقدمة الشوط. عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي يأتي بوجود شنكار المتقدمة والمعلنة بالانطلاق لدى المقدمة. مغرية في المركز الثاني، أحمد بن سالم بن عيد المهيري المركز الثالث، تدخلت قيمة منصور بن سيف بن دري المنصوري يأتي بوجود قيمة. المركز الرابع نوف خليفة بن سعيد بن غافان اليابري. المركز الخامس وزن سعيد بن محمد بن خالص العامري يأتي إلى المركز الرابع. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة من جديد. راقبوا النوعيات القادمة من الصفوف الخلفية، راقبوا الأسماء القادمة المنطلقة بأمال كبيرة لتحقيق المركز الأول خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى شنكار تتواجد لتقود المسار. هذه شنكار تحتل الصدارة، تنطلق بالمركز الأول، تأتي بافتتاحية الكيلومتر الأخير لتعلن بشعارها، شعار السبوسي على المقدمة. بن دري مع قيمة، بن دري مع قيمة من الجانب الآخر، هذه قيمة. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري بدأ يتجاوز إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث أول نداء لشواهين عامر بن عوض بن طرشوم العامري، أول نداء لها، أول نداء لها، تدخلت في هذه اللحظات في المركز الثالث. المركز الرابع طرباشة خالد بن حمدان بقارم البلاحي. المركز الخامس هي نوف خليفة بن سعيد بن غافان اليابري يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي بالحزم قادم مع وجود وانطلاقة الشامخة أحمد بن حزم بن قناص العامري. يا هي أسماء قادمة من الصفوف الخلفية، ولكن ارصد لي المركز الأول، تابع وصور المركز الأول. قيمة 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 تتواجد على مقدمة هذا الشوط لتحتل الصدارة. منصور بن سيف بن دري المنصوري المركز الثاني لخالد بن حمدان بقارم البلاحي. المركز الثالث يا سلام، هذه الشامخة أحمد بن حزمي بن قناص العامري يأتي بنوعياته المديرة، يأتي ليسجل بعد الإعداد بالشامخة، بعد الإعداد بالشامخة. هذه الشامخة، هذه الشامخة تأتي على المركز الأول لتبدع أحمد بن حزمي بن قناص العامري. هذه النوعية وإلا فلا، راقبوها في أشواط الرموز عند بن حزمي هذه البكرة، راقبوها وسوف يذكركم بها في أشواط الرموز. غلا في المركز الثاني حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. المركز الثالث خالد بن حمدان بقارم الفلاحي. المركز الرابع
المركز الرابع 24 خالد او مشاهدينا الاعزاء هي نعيمية مظفر بن محمد بن خموش، والمركز الخامس كانت ايضا مواري عبد الله بن علي بن عبد الله المري، 4:30 ثانية التوقيت الزمني.